شنو نظام ديكتاتوري؟ هو واحد اللي كيحكم. علاش بغيت نشرحو؟ حيت بزاف ديال الناس ملي كنسولوهم كيقولوا لنا وحنا مان على هاد كثرة الاحزاب. لا لا لا، شوف، واحد المساله باش نضمنوا الديمقراطيه وحريه التعبير وحقوق المواطنين وحقوق الاقليات، راه هادشي راه ماشي الا مشينا للمجال الحقوقي، راه حتى المجلس الافتتاحي لحقوق الانسان راه دستوري حتى هو، راه غناقشوا هاد المساله من بعد في البرنامج على المؤسسه الدستوريه باش نشي يفهموا عن قرب ويفهموا علاش كندويو. حنا ملي كنهضروا على الحزب الوحيد كوريا الشماليه نموذجا وحيد يتحكم في الاخضري وفي اليابسي وفي الجيش وفي كل شيء، والمواطن ما عندوش الحق يمارس شيء. المغرب دار التعدديه الحزبيه، لقاها اليه من الاليات الديمقراطيه التي ستعبر عن صوت الشعب اولا والتكتلات تاع الشعب والدافع عن المصالح ديال الامه. فالمغرب اختار التوجه هذا ديال التعدديه الحزبيه، لدرجه ان المغرب راه فيه تقريبا 41 حزب سياسي. طبيعة الحال 8 هما اللي كيشكلوا الاغلبيه والمعارضه في البرلمان، 8 الاحزاب كبرى، وكان سياق تاريخي والظرفيه التاريخيه وي. ولكن التعدديه الحزبيه باش زوينه اولا كنسمعوا الصوت ديال الامه جميعا، كنسمعوا الصوت ديال الاقليات. بحال دابا عندنا حزب يونادي بجمهوريه، عندنا حزب باغي جمهوريه في المغرب، ولكن راه ما عنده حتى 50 ولا نهار كيبغي يدير شي وقفه ما كيجمع حتى 100 مناضل، بمفهوم ان الاجماع راه ما فيهش النقاش في المغرب. ولكن هنا المغرب كيبين على مستوى حريه التعبير اللي عنده والديمقراطيه. خالفني كاع ما عنديش مشكل، غير عبئ الناس ديهم ويصوتوا لك والله يعاونك. حنا مع الاغلبيه. بمفهوم ان الحمد لله المغرب هذا النظام تاع التعدديه الحزبيه زوين. علاش زوين؟ ما عمرنا ما غنطيحوا في المشكل ديال الحزب الوحيد اللي يحكم. اللي دا الاغلبيه في الانتخابات خصو يقلب على التحالفات السياسيه باش انه يشكل الاغلبيه باش ممكن ياخذ الحكومه. ما وصلش ليها راه بحال ما وصل والو. هادوك التكتلات الاخرى ممكن ان تشكل الاغلبيه، رغم ان جلاله الملك يعين رئيس الحكومه من الحزب الذي فاز باغلبيه الاصوات. ولكن هذا الحزب خذا اغلبيه الاصوات وما لقاش التحالفات السياسيه، شغنديروا ليه؟ يحكم هو كيف ما بغى، ما يمكنش. حيت كاينه اغلبيه اخرى في الجانب. حيت غير باش نشرحوا بان خاص يكونوا تحالفات وخاصهم يحصلوا على 50% من ايه التعدد. شوفي مجموع التحالفات يكون كيساوي 50%. حنا التعدديه 51%، 50% زائد واحد، 50% زائد مقعد. فعندنا حنايا تحالفات سياسيه اجباريه، وهذا هو الجميل في التعدديه الحزبيه. التعدديه الحزبيه المغرب، قانون الحريات العامه، هادشي راه ماشي جديد على المغرب. قانون الحريات العامه اللي صدر سنه 1958 ماشي اليوم، كيعطي الحق للمواطنين الى يأسوا احزاب سياسيه، يأسوا نقابات، يأسوا جمعيات، اعطيهم الحريه التامه باش يمارسوا الحقوق ديالهم. اذا حنا التعدديه الحزبيه دليل على ماذا؟ دليل على حريه التعبير، على الديمقراطيه، على ان الدوله تسير في سياق اسماع صوت الشعب. وهذه امور كلها صحيه للدوله بانها تقدم وتطور. خاص غير الشعب يوصل، خاص غير الشعب يمارس حقه يتحرك. ملي يجي نهار الانتخابات ما يقولش ايوا صافي على مشي بحال لا مشيت بحال لا ما مشيت. لا سيدي، ما كايناش هذه القضيه كذوب، ما كاينش بحال لا مشيت لا مشيتي، غتعبر على الصوت ديالك. واخا تمشي، وانا كنقول ديما الواحد يمشي، واخا يحط الورقه ديالو مشطب عليها كلشي ضارب عليها وحط فيها زيرو، كتب فيها شنو بغيتي تقول، الميساج ديالك المهم يوصل. المهم ما تخليش ديك لاكاز ديالك خاويه، حيت هنا فين كي شوفي المغرب اليوم في واحد المستوى ديال الوعي والرشد السياسي، كاين فين الرشد العموري وكنا الرشد السياسي. شنو هو الرشد السياسي؟ هو المغربي يعرف بانه السياسي يتحكم في المصير ديالو، راه مصيره راه يتحكم فيه غير بالانتخابات والمشاركه السياسيه. دابا كنعيشوا واحد العزوف السياسي، ماشي حتى ديك ديال غنوصل الفكره ديالي انني ما مقتنعش. هو سي فغي العزوف السياسي بحد ذاته راه راي سياسي، ولكن المواطن خاصو يفهم باللي راه انك تبقى مربع يديك وتقول ما غنمشيش نصوت، راه الصوت ديالك يقدر ما يوصلش كيف ما انت بغيتي توصلو. المهم سير، الا ما كنتي مقتنع بحتى شي حزب من هذا الشيء كامل
يا اما غتنوض دير حزب ديالك وورينا شنو بغيتي دير، يا اما غادي توصل الصوت ديالك من خلال هذاك التصويت اللي انت غدير. انا ما كاينش، انت شوفي انا العذر السياسي لا اعتبره راي سياسي، مع احترامي للاخوان والاخوات اللي كلهم كيختاروا بعض المرات المقاطعه وداك الشيء. هو هي المقاطعه ماشي راي سياسي. لماذا؟ احنا اليوم المغرب راه جزء من المنظومه العالميه، المغرب راه ما يمكنش يخرج من المحيط ديالو، المغرب مصالح ديالو راها مشتركه مع دول اخرى عبر العالم. الا ما عطيتينيش الراي ديالك السياسي وطلعتي هي النخبه اللي ممكن انها تقود معايا وتدافع على المصالح ديال الوطن خارج ارض المغرب، لان المغرب ولكن نقدروا نفهموا الشعب حتى هو حيت الا تيديسو بزاف. لا يجب ان يشارك ويجب ان يشارك ويجب ان يشارك، يجب ان يؤسس حزبه اذا لم تعجبه الاحزاب القائمه، يجب ان ينتقد السياسه العامه، يجب ان يدلي بصوته، يجب ان يختار حتى لما عجبو حتى واحد هو يقلب على شي حد اخر ويقدمو انتخابات يجمع عليه ديك 300 تاع الامضاء ويزكيه ويمشي ويصوت عليه وينجحو وغيطلع وغيسمعو صوتو البرلمان. اما العزوف هذيك جريمه ترتكب في حق الوطن وفي حق الديمقراطيه وفي حق السياسه ديال المملكه المغربيه. حق الشخص دابا هو راه عند راسو غير دابا هو ملي كيدير العزوف كيسحب راسو واش كيعبر على رايه الخاص. لا راه العزوف ديالو والعزوف ديال واحد اخر راه كيتحكم في العام، هو كيعتبر راسو راه صافي انا عزوف ما مشيتش نفوت راه ما مشيتش انا لا انت ما بغيتيش ولا اخر ما بغاش ولا اخر طلعتي لي ناس اخرين كيدافعوا على المصالح ديالهم. فوالا مصالح ديالهم هذه هي الفكره، هذه الفكره اللي بغيت نوصل هو ان ملي كنكونوا كثار وكنصوتوا راه كان هذاك السيد كنعطيو واحد المسؤوليه انا ودافع على المصالح ديالنا. للاسف ملي كتكون واحد الاقليه اللي مصوت عليه واللي هو حنا عارفين باللي الاغلبيه اللي كيشريو الاصوات كيولي كيشاريهم باش يدافع على المصالح الخاصه ديالو. يعني حنا الى الاغلبيه ناضوا وصوتوا بالايه المسؤول شوفي لا ما خاوياش يصوت لان المسؤول ولا ما كان مقتنع بشي انا شوفي ضروري يختار حيت الاختيار ضروري. لماذا الاختيار ضروري؟ الاختيار هو اللي كيعطينا الاغلبيه الحكيمه التي تحكم. الا ما اختاريتيش غتخلي واحد مربي واحد القطيع مع احتراماتي. غادي نقدروا نسولوا الناس باش نفهموا اكثر، ولكن الاغلبيه ملي كتهضر معاه تيقول لك انا حتى شي حزب ما كيقنعني، ولا كلهم كذابه، كلهم شفاره، كل واحد كيدافع غير على راسو. من حق الشعب. لا ماشي من حقه. انا شوفي انا ليس من حق الشعب او اي مواطن كيف ما كان ان ينعت مسؤولا سياسيا داخل هذا الوطن ومسؤولا جمعويا داخل هذا الوطن باللصوصيه وبالخيانه او باي امر من الامور. اي مواطن يجب ان يتكلم بالبينه، عنده البينه ادوي، ما عندوش البينه اسكت. وحنا للاسف دابا هادو الافكار اللي عند الاغلبيه ديال المواطنين، هاد الشيء اللي خلانا كنعيشوا هاد العزوف السياسي، وانا الناس بقات عندهم ديك الفكره من شحال هادي باللي راه حتى واحد ما غيدافع عليا حتى شي واحد ما غيدير. مساله العزوف السياسي هي حنا بغينا نبدلوا الناس هاد الفكره، ولكن اشنو هو الحل الا كانوا الاغلبيه ديال الناس ما مقتنعين بحتى شي حزب؟ الحل هو نوعيو المواطن ونفهمو كل مواطن خصو يتحمل مسؤوليته باش ما يطراش ليه كيف ما طرا ليه مع هاد الجائحه ديال كوفيد 19. اللي في البدايه كل المنتخبين تنصلوا من المسؤوليات ديالهم، لولا جلاله الملك لا عشنا الكارثه. باش نقولوها حنا كنقولوها ونفتخر بها، واللي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. فالمواطن اليوم يجب ان يتحمل مسؤوليته وان يؤدي واجبه وان يوعي نفسه. يوعي نفسه علاش يوعي نفسه؟ لان بعض السلوكات كيدير المواطن كنشوفو كيوقف كيمشي كيطلب وثيقة وكيطلبها بالطليب، عافاك الله يرحم الوالدين قضى ليا، كيمشي للكوميساري هذاك راه حق اسيدي، وهذاك راه موظف عمومي تيتخلص من الفلوس ديال الشعب اذا خدمته هو يستقبلك بابتسامه ويقول لك مرحبا سيدي وقضي لك غراضك ويقول لك ياك انت مرتاح وبسلامه الله يعاون. اذا لو وصلنا للوعي السياسي وطلعت نسبة المشاركة ديال المواطنين غنوصلوا لهذا البارفيتيزم، هذه الكمالية في المقاربة ديال تقديم الخدمات. إذا من الواجب على المواطن أنه يفهم الأدوار تاع المؤسسات ديالو، ومن الواجب ديالو أنه يؤدي الرسالة ديالو في المشاركة ديالو في التحقيقات الانتخابية عبر اختيار ممثلين له، اختيار سواء من اللوائح المقدمة من طرف الأحزاب السياسية
او الاختيار عن طريق انه هو يشكل لائحه من الناس اللي كيتثق فيهم ويقدمهم للانتخابات. وشوف ديك الساعه واش التغيير ممكن، واش عرفت لي ظرف الحواجز اللي ممكن انها تكون في التدبير. دونك عبد الصمد شرح لنا كيفاش النظام كيكومونسا مارشي عندنا في المغرب، علاش ما عندناش حزب واحد، كيف ما الناس كيحسب بهم بلي راه كان لا كان عندنا حزب واحد رحنا اوني ترونكيل ما كثروش علينا قوه الاحزاب، وكيف ما قلنا بان المغرب عنده تعدديه حزبيه وبغينا نشرحوا شنو هما الاحزاب السياسيه، شنو هي المنظمات النقابيه، شنو هي الجماعات المحليه والغرف المهنيه. هذا الشيء غنشرحوا او ديتاي في الحلقه الجايه، حيت قبل ما نوصلوا مع الجمهور شنو هو وكيفاش كتتم عمليه الانتخابات وعلاش خاصنا نصوتوا اكسترا، بغينا نشرحوا داك الشيء او ديتاي. دونك في الحلقات الجايه غادي نشرحوا الاحزاب السياسيه، كل حلقه بقهوة ديالها، كل حلقه بقهوة ديالها، وغادي نشرحوا هاد الاحزاب كامله وهاد المؤسسات الدستوريه كامله كل وحده بوحدها، كيفاش كتنظم، كيفاش كتشكل، شكون كيشكلها، وشنو هي الادوار ديالها في الحلقه الجايه. شكرا لك على الاستضافه.